بعد مرور الخلاف الناضر بين الإمارات والسعودية داخل أوبك بلس خلال الشهر الجاري، وافقت أوبك بلس على زيادة إنتاج النفط تدريجيا على أساس شهري بدءا من أغسطس 2021، وبالتوازي مع موافقة دول أوبك بلس على تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى 31 من ديسمبر لعام 2022 بدلا من شهر إبريل، فقد زادت حصة الإمارات إلى 3.5 مليون برميل يوميا. في المقابل زاد خط الأساس لإنتاج أوبك بلس من 43.85 مليون برميل يوميا إلى 45.48 مليون برميل يوميا ابتداء من مايو 2022، وزادت السعودية إلى 11.5 مليون برميل يوميا، وروسيا إلى 11.5 مليون برميل يوميا، في حين تقرر زيادة خط الأساس لإنتاج العراق والكويت بواقع 150 ألف برميل يوميا. إذن أوبك بلس تبدأ بتطبيق زيادة إنتاجها وزيادة حصة دولها في الشهر المقبل، في حين شهد العام 2020 تخفيضات قياسية تدريجية للإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا لمواجهة تراجع الطلب الناجم عن جائحة كورونا. إذن قبل الحديث عن تفاصيل هذه الزيادة، نستعرض مراحل تخفيض الإنتاج في أوبك بلس من العام 2020 حتى يومنا هذا. إذن ما هي أبرز القرارات التي اتخذتها مجموعة أوبك بلس خلال العام 2020 حتى اليوم؟ نبدأ من الأزمة الأخيرة التي وقعت ما بين السعودية والإمارات حول حصص الإنتاج بسبب طلب الإمارات رفع إنتاجها، حيث أعلن في الأول من شهر يوليو الحالي عن زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا ابتداء من أغسطس المقبل. وفي الأول من إبريل 2021 تم الاتفاق على إنتاج 2.1 مليون برميل يوميا من مايو حتى يوليو الجاري، وفي الثالث من شهر ديسمبر لعام 2020 تم تخفيض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا، وهو ما يعني أنه وصل إلى 7.2 مليون برميل يوميا، بعد أن كان قبلها وبتاريخ 15 من شهر يوليو 2020 قد خفض إلى 7.7 مليون برميل حتى نهاية عام 2020. وفي 16 من يوليو لعام 2020 كان الإنتاج لا يزال منخفضا إلى 9.7 مليون برميل يوميا، حيث كان بداية تخفيض الإنتاج إلى 9.7 مليون برميل يوميا قد بدأ في 12 من شهر إبريل 2020. إذن نتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفنا عبر سكايب دكتور محمد سرور الصبان، المستشار النفطي والاقتصادي الدولي. مرحبا بك معنا دكتور محمد. إذن نبدأ معك بقراءتك للقرار الأخير بزيادة إنتاج النفط تدريجيا على أساس شهري بدءا من أغسطس 2021. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على الاستضافة. بالواقع القرار الأخير يأخذ في الاعتبار الظروف الأسواق والحاجة الأسواق إلى زيادة الإنتاج نتيجة للتعافي الكبير الذي حدث في الطلب العالمي على النفط، وأيضا الانضباط الكبير الذي قام به تحالف أوبك بلس في خلال الفترة الماضية. الاتفاق رائع، اتفاق تاريخي، وأدى إلى وصول الأسعار، مستويات الأسعار إلى مستويات مرضية للمنتجين والمستهلكين. دكتور محمد، يعني دعنا نشرح للمشاهدين أكثر حول الأزمة التي حصلت بين السعودية والإمارات، حلت أو تم حلها بزيادة حصة الإمارات إلى 3.5 مليون برميل يوميا. ما رأيك بما طالبت به الإمارات وما حصلت عليه؟ الإمارات من حقها الشرعي أن تطالب كما تشاء، ولم يكن هنالك خلاف على ذلك، لكن كان الخلاف هو تأخر المطالبة بذلك إلى الاجتماع الأخير وإلى الجلسة الأخيرة، لكن الخلاف لم يكن بين السعودية والإمارات عكس ما هو متصور من قبل وسائل الإعلام. السعودية تمثل مجموعة أوبك بلس، هي الرئيس المشارك لهذه المجموعة مع روسيا، وبالتالي كان على إما روسيا أو السعودية أن تفاوض دولة الإمارات الشقيقة حول مطالبها، ولذلك الظهور بأن هنالك خلاف ليس هنالك خلاف،
والدليل رأينا المؤتمر الصحفي الذي ظهر فيه سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي والوزير الإماراتي سهيل المزروعي، جميعهم أكد وأيد بأنه ليس هنالك خلاف شخصي ولكنها كانت اختلافات في إطار المنظمة وأدى تحقيق الانتصار أو تحقيق حلها إلى ما رأينا من إعادة إبحار قارب أوبك بلس إلى بر الأمان. طيب دكتور محمد، أيضا مع عودة إيران إلى السوق النفطية، هل هنالك أي مخاوف على مستقبل تحالف أوبك بلس بالتحديد حيال حصة كل دولة؟ في الواقع أوبك بلس جاهزة لاستقبال مزيد من النفط الإيراني. إيران ليس جديد عليها أنها تصدر نفطا بالرغم من العقوبات، هنالك حوالي 1,000,000 برميل يوميا تصدرها إيران إلى الصين عدا التصدير إلى بعض الدول، وتعطي بطبيعة الحال خصومات لتلافي أي تهاون في استقبال هذه الصادرات. لكن موضوع العقوبات على إيران يبدو أنه أصبح أكثر تعقيداً بعد تصريح المرشد الإيراني البارحة بأن أمريكا تطالب أن تكون هنالك فقرة بأن يتم التفاوض على الصواريخ الباليستية وعلى تصرفات إيران في المنطقة، فهذه بطبيعة الحال سوف تعقد مهمة إيران في المفاوضات القادمة مع تسلم الرئيس الإيراني الجديد لمهامه. وأنا أستبعد أن يكون هنالك رفع للعقوبات قريبا، لكن في كل الأحوال حتى لو تم رفع العقوبات فإن السوق جاهزة لاستقبال مزيد من النفط الإيراني، والسوق أيضا تستوعب لأن هنالك شح في الإمدادات، وهذا شح في الإمدادات كان يتطلب حسب ما تطالب وكالة الطاقة الدولية التي تناقض نفسها في الوقت الذي تطالب فيه بزيادة الإنتاج، تطالب بوقف الاستثمارات النفطية، وهذا بطبيعة الحال سوف يحدث مشكلة وربكة في الإمدادات العالمية في الفترة القادمة. نعم دكتور محمد، يعني إلى الآن استقرار الجائحة الصحية ما زال متذبذب، يعني هل إنتاج النفط سيكون واعدا في الأيام المقبلة في ظل تبدد المخاوف بشأن المتحور دلتا؟ لازلنا نواجه مشكلة متحور دلتا، لازلنا نسمع عن متحور دلتا واحد واثنين وثلاثة ومختلف الأصناف، لكن في العموم هنالك اطمئنان حذر من قبل المنتجين بأن هذه الأزمة سيتم تجاوزها خلال الأشهر القادمة. لكن ولذلك الأوبك، تحالف الأوبك حينما زاد الإنتاج ابتداء من أغسطس ب 400,000 برميل وكسر، هم 1,000 برميل يوميا وكسر، هم أخذوا في الاعتبار التغيرات القائمة في الأسواق ومنها متحور دلتا وتأثيره على الطلب العالمي على النفط. هنالك دول مثل اليابان مثل الهند وغيرها التي تعاني من متحور دلتا والتي تؤثر بطبيعة الحال في الطلب العالمي على النفط. لكن طب الطلب العالمي على النفط، دكتور محمد من فضلك يعني سريعا حيال هذه النقطة، هل سيزيد هذا الإنتاج من تحسين اقتصاد الخليج بشكل عام خاصة في ظل الانخفاض اللي حدث خلال جائحة كورونا؟ حتما الزيادة في الإنتاج وبالذات الدول الكبرى مثل المملكة العربية السعودية وأيضا الإمارات وغيرها، زيادة الإنتاج وزيادة الأسعار في نفس الوقت هذه نادرا تحصل مع بعضها البعض. اليوم الأسعار في حدود برنت في حدود $75 للبرميل، وهذا مستوى جيد يؤدي إلى تحسن الإيرادات مع زيادة الإنتاج أيضا، وهذا يخفف من العجز الذي تواجهه ميزانيات الدول الخليجية. وبإذن الله سوف نتجاوز أزمة كورونا وسنتجاوز العجز الذي حدث في ميزانيات الدول الخليجية. أنا أشكر مداخلتك معنا لهذا النهار دكتور محمد سرور الصبان، مستشار نفطي واقتصادي دولي، شكرا جزيلا لك.
إذن رؤى، يعني من هذه النقطة اللي ذكرناها اللي هي تحسين اقتصادات الخليج حيال هذه الزيادة، يعني بعد الحديث عن حل أوبك للخلافات واعتماد حصص الإنتاج الجديدة، هناك سؤال، يعني هل سيؤثر ذلك بالإيجاب كما قلنا على الاقتصادات الخليجية التي تعتمد أغلبها على موارد النفط؟ دعونا نتحدث الآن حول الاقتصاد العماني بالتحديد. دخل الاقتصاد العماني في قبضة الانكماش، وعانت عمان من تراجع في الأداء الاقتصادي خلال الفترة الماضية، والأسباب عديدة، منها بطء تنفيذ الإصلاحات الحكومية، تداعيات تراجع النفط، انخفاض إنتاجه، إضافة إلى قيود الإغلاق الاقتصادي بسبب جائحة كورونا. نعم، وزارة العمل العمانية أصدرت قرارا عاجلا يقتضي بتمديد العمل بتراخيص استخدام القوة العاملة غير العمانية المنتهية حتى تاريخ سبتمبر المقبل. ولكن ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه الوزارة تقدم تسهيلات لشركات ومنشآت القطاع الخاص لمواجهة التأثيرات الناجمة عن فيروس كورونا عبر برنامج يسمى إقامة مستثمر. إذن عمان تعاني ضغوطا مالية تدفع الحكومة إلى ترتيب أولوياتها واعتماد الآليات المناسبة للموائمة بين أهداف موازنة 2021 وتحديات الوضع الراهن. إذن دعونا نتابع بلغة الأرقام الوضع الاقتصادي وانكماشه في عمان مع رؤى. إذن لين، ما هي حقائق وأرقام الاقتصاد العماني المنكمش بحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات؟ تقول بيانات مركز الإحصاء أن النمو الاقتصادي لعمان انكمش بنحو 2.5% خلال الفترة الفاصلة ما بين يناير ومارس الماضيين بمقارنة سنوية. وأيضا تساهم صناعة النفط بنحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22% من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. وأيضا يؤكد الانكماش الذي سجله الاقتصاد العماني أن مسقط دخلت أزمة اقتصادية قد تطول، رغم أن القطاع غير النفطي نما بواقع 5.7% في الربع الأول من هذا العام على أساس سنوي، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي لعمان بنهاية الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 15.3% مقارنة مع الفترة ذاتها في عام 2019. مع أن عمان لا تمتلك احتياطات مالية كبيرة مثل جاراتها الثرية، بحيث يقدر إجمالي حجم أصول أكبر صندوقين للثروة السيادية بنحو 20 مليار دولار. ومن أرقام الاقتصاد العماني ننتقل إلى عمان 2040، وهي الرؤية المستقبلية لوضع سلطنة عمان، وتتناول 3 محاور أساسية. المحور الأول يحمل عنوان الإنسان والمجتمع، ويسلط الضوء على ركيزة تعزيز الرفاه الاجتماعي والمحافظة على الهوية العمانية والتراث العماني، وأيضا تطوير الكفاءات والقدرات الوطنية. أما في المحور الثاني فهو بعنوان الاقتصاد والتنمية، ويستهدف إلى تحقيق الثروة من خلال اقتصاد متنوع وتمكين القطاع الخاص من خلال تحقيق تنمية متوازنة للمحافظات، إضافة إلى المحافظة على استدامة الطبيعة أو البيئة. والمحور الثالث يتجه نحو الحوكمة والأداء المؤسسي، الذي يهتم بتحسين فعالية الحوكمة والأداء المؤسسي، وأيضا سيادة القانون. يعني نتابع الموضوع أكثر مع ضيفنا من مسقط المحل الاقتصادي دكتور أحمد بن سعيد كشوب. مرحبا بك معنا دكتور أحمد. إذن يعني بعد استعراض هذه الأرقام، كيف تحولت نبرة التفاؤل في عمان إلى التشاؤم بشأن الاقتصاد، وما أسباب هذا التبدل؟ حياكم الله ومرحبا وسهلا فيكم وصباح الخير. بلا شك يعني تداعيات جائحة كورونا كانت أحد المفاصل الرئيسية في التأثير على اقتصاديات ربما إذا صح التعبير كل العالم. أيضا بالنسبة للدول الخليج، انخفاض أيضا أسعار النفط كان له السبب كبير جدا، خاصة إذا رجعنا ما بين 2019-2020 سنجد أسعار المتوسط أسعار النفط لم تتجاوز 45 دولار. فالواضح جدا أن العامل المؤثر بشكل كبير جدا هو قطاع النفط، وكذلك أيضا الجائحة، وأيضا الدول نهج التنويع الاقتصادي، ولكن عندما أتت هذه الجائحة فاستبعدت يعني كل ما يمكن أن يتم تحقيقه من خلال التنويع الاقتصادي، على اعتبار أنه التنويع الاقتصادي مرتبط بسلاسل الإمداد من ناحية الخدمات اللوجستية، التعدين،
تسويق التوريد، فكثير من هذه الإجراءات بدأت يعني نوع ما من التراجع والتركيز كيفية الخروج من هذه الجائحة. دكتور أحمد، يعني يبدو أن هناك ثمة تحركات من الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي، كيف ترى تلك التحركات؟ الحقيقة بعد زيارة صندوق النقد الدولي للزيارة الأخيرة في أبريل لسلطنة عمان، والجلوس مع كافة القطاعات من صناعة المجتمع المدني وكذلك أيضا غرفة التجارة وصناعة عمان وكذلك أيضا مع وزارة المالية، فاتضح من خلال عدة جلسات بأن الحكومة تنهج منهج يعني واضح جدا من خلال المقارنة ما بين ثلاثة أشياء. يجب أن يكون هناك التوازن المالي يمشي بنفس الخطى التي وضعت لها من 2024، وكذلك أيضا برنامج التحفيز الاقتصادي والحماية الاجتماعية، فأصبحت هناك ثلاثية ما بين الثلاثة الأشياء. صارت هناك أيضا الاهتمام بالحماية الاجتماعية على اعتبار سيكون هناك بلا شك سيقع نوع من الضرر، هذا الضرر قد يكون يعني وقتي، ولكن أيضا وجدت آلية أخرى لكيفية التعاطي مع تأثير هذه الجائحة أيضا، بالإضافة إلى التوجيه من خلال المصارف نحو إيجاد آلية الدعم وكذلك التسهيلات التي قدمها البنك المركزي من خلال المصارف الوطنية. طيب دكتور أحمد، هل هنالك أي إيضاح للمدى الزمني الذي ستظهر فيه نتائج هذه التحركات وبالتالي يشعر فيها المواطن العماني؟ الحقيقة نعم، في حالة أنه أصبحت الآن تقريبا موضوع التحدي الأكبر هو موضوع إيجاد اللقاح وأن يتم تطعيم كافة المواطنين والمقيمين، والمستهدف بنهاية هذه السنة أو في يعني بنهاية السنة نصل إلى تقريبا 70% من إيجاد هذا التطعيم لكافة المواطنين والمقيمين. هذه الهدف الأول. الهدف الثاني الموجود وهي كيفية إعادة تشغيل وتحريك الاقتصاد وفق الخطة التي تم رسم لها. إذا رجعنا إلى موضوع الدين والالتزامات، نجد أن الحكومة اتجهت اتجاه صحيح جدا في التعاطي مع العجوزات المالية التي أيضا تعاني منها. يعني رائع أن تكون هناك إصلاحات واعدة خصوصا في المجال الاقتصادي، ولكن برأيك دكتور أحمد هل تأخرت الحكومة في تنفيذ هذه الإصلاحات الاقتصادية الموعودة؟ الحقيقة الهيكلة الجديدة التي نهجها جلالة السلطان هيثم منذ استلم العرش أعطى مبادئ أساسية جدا في كيفية إعادة ترشيد الإنفاق وكذلك أيضا ترقية مفهوم النمو، بدل أن نكون في هذا العام على 2.5 أن نصل تقريبا إلى 4.4، والمستهدف أيضا خطة التوازن بنهاية 2026 نحن نتوقع أن نكون عندنا عائد أكثر مما يكون هو قضية التزام أو دين. هذه الخطة الأولى. أيضا موضوع الضرائب، وأنه أصبحت هناك وعي لدى المجتمع بالحكومة بأنه يجب أن ننتهي من رحمة أو نقلل من رحمة النفط وننتقل إلى قضية التنويع وإيجاد مصادر أخرى للدخل. فنترقب خلال العام القادم واللي بعده أن هذه الإصلاحات أن تؤتي ثمارها خلال فترة السنتين أو الثلاث سنوات القادمة إن شاء الله تعالى. دكتور، هذه الحزم الاستثمارية الجديدة في السلطنة هل ستساهم في جذب الأجانب للدولة حسب رأيك؟ نعم، هو طبعا هناك تشكل فريق من 5 من أصحاب المعالي الوزراء، يكاد المجموعة تلتقي كل في الأسبوع مرة أو في الأسبوعين مرة. الأصل فيها هذه دورها في كيفية تسهيل الإجراءات وإعادة منظومة بعض اللوائح والقوانين والتشريعات بناء على التوجيهات السامية، بحيث يكون هناك استقرار. هذا الاستقرار يدعو إلى جذب استثمارات أجنبية، وخاصة لو رجعنا إلى يعني الأصول الأجنبية تعدت 7 مليار في مايو رغم ظروف الأزمة التي نحن فيها، ولكن الأصول الأجنبية تعدت 7 مليار ريال رغم أنه في عام 2020 بنهايتها كان في حدود 5.7 مليار. إذن التوجه القادم نحو الاستثمار في السلطنة يعطي مؤشر إيجابي. الاستقرار أيضا ومعالجة التعامل الحكومة معالجة الدين العام والعجوزات المالية أيضا عامل دور كبير جدا. لو رجعنا إلى في طرف الربع الأول استطاعت الحكومة أن تستجلب احتياجات التمويل لتغطية الالتزامات واحتياجاتها في حدود 10 أو 11 مليار دولار، فإذا لا زال الوضع الائتماني للسلطنة مستقر، وأكثر من 3 وكالات تصنيف ائتماني أعطت مؤشر
بي موجب للسلطنة واستقرار أيضا في خطتها النمو بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، أنا أشكر مداخلتك معنا لهذا النهار، كنت معنا من مسقط المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد بن سعيد كشوب، شكرا جزيلا لك.